رؤيا تي في نشرة الأخبار، حياكم الله. بحث رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وذكر بيان حكومي أن السوداني استقبل بن فرحان الذي يجري زيارة رسمية للعراق، وبحث معه تعزيز الشراكات بين البلدين وتفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة. كما شهد اللقاء استعراض أهم التطورات في المنطقة وتأكيد ضرورة استمرار العمل المشترك وتنسيق الجهود العربية والدولية لإيقاف العدوان على غزة، وحث المجتمع الدولي لمنع مأساة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتأكيد حقه التاريخي في الحياة على أرضه. وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين زيارة الأربعينية بتجاوز الروتين في العمل الأمني والتصرف بحزمة إزاء أي مخالفة، وخاصة فيما يتعلق بالأرتال والمواكب واتخاذ الإجراءات القانونية فورا بحق المخالفين. وخلال ترأسه اجتماعا أمنيا عبر دائرة تلفزيونية مع محافظتي كربلاء والنجف وبابل وبغداد، اطلع السوداني على سير تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية المتعلقة بالمواكب الحسينية والزائرين المتوجهين سيرا لإحياء مراسم الزيارة التي تبلغ ذروتها خلال هذه الأيام. ووجه السوداني بتوفير عدد كبير من الباصات الحكومية وتسهيل دخول عجلات القطاع الخاصة، مشددا على الاستمرار بنفس الجهد والاندفاع إلى حين إعلان انتهاء الزيارة. التقى رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر رفقة عدد من قيادات ونواب الحزب أو قيادات ونواب الحزب عفوا برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أربيلة، وناقش الجانبان الشراكة بين البارتي والسيادة وأبرز مستجدات المشهد السياسي وما تتطلبه المرحلتين الحاضرة والمقبلة، وفي مقدمتها إنهاء شغور رئاسة مجلس النواب، مؤكدين ضرورة توافق جميع القوى للتوصل إلى حل ينهي الشغور شخصية كفوءة تحقق تطلعات الشعب بغية المضي بتشريع القوانين وتجاوز تعطيل العديد من القرارات التي تهم الشارع على مختلف الأصعدة. واتفق الخنجر وبارزاني على أهمية التمسك بورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها الحكومة وتطبيق بنودها بشفافية، بما يؤكد صدق النوايا في عدم الإخلال بالاتفاقيات وتقديم خدمة المواطن على جميع الأولويات. أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع قائد التحالف الدولي في العراق وسوريا كيفن ليهي أكد أهمية استمرار عمل التحالف والتعاون المشترك من أجل التصدي للإرهاب. واتفق الجانبان بأن داعش لا يزال يشكل خطرا جديا وحقيقيا ويهدد الأمان والاستقرار في المنطقة. كما بحث اللقاء التطورات الأخيرة واحتمالات وتداعيات الأوضاع المعقدة في الشرق الأوسط، وشدد الجانبان على ضرورة حماية الاستقرار والنأي بالمنطقة عن الفوضى والمزيد من التعقيدات. يستمر التصعيد الأمني في الشرق الأوسط فيلحق العراق شيء من شره وشراره، لكن الدبلوماسية لها ميدانها الذي تناور فيه فتدرأ الخطر. بغداد منعت رد الفعل وأجلت ردا أمريكيا يمكن أن يكون له أثر في أمن العراق بعد استهداف عين الأسد، فماذا ستفعل مع القادم من عوامل التصعيد؟ إلى إشعار آخر، تأجل الإعلان عن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بسبب التصعيد الأمني الذي تشهده المنطقة. هذا ما جاء في بيان وزارة الخارجية العراقية. لكل فعل رد فعل، قاعدة كسرتها مفاوضات وجهود دبلوماسية بذلها الجانب العراقي لمنع الرد الأمريكي بعد الاستهداف الأخير لقاعدة عين الأسد. وزير الخارجية فؤاد حسين أكد أن بغداد نجحت في إقناع واشنطن بعدم الرد إلى حين انتهاء تحقيق تسعى الحكومة من خلاله إلى معرفة منفذي الهجوم. القرار السياسي هو الذي سيحسم مسألة الوجود الأمريكي ونوع وطبيعة التعامل والتعاون مع الولايات المتحدة. وما لم تكن هناك قناعات لدى الأمم المتحدة أن العراق لم يعد بيئة حاضنة للجماعات الإرهابية ولم يعد يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، فأنذاك تبقى القضية معلقة لحيل البت بها أمميا.
مساع حكومية للحفاظ على هدنة حرجة بين الفصائل والقوات الأمريكية كانت قد أعلنت في شباط الماضي، هدنة لم تلتزم بها جميع الفصائل بعد إعلان أحدهم انتهائها بشكل شخصي، إعلان تزامن معه استهداف قاعدة عين الأسد الأخير في قلب منطقة الصراع. يدرأ العراق على أرضه وسمائه النار، إذ يتحدث وزير الخارجية عن حراك داخلي وخارجي لعدم الدخول في دائرة الحرب، مؤكدا إن الحكومة والبرلمان يمتلكان قرار الحرب والسلم. التعامل صعب، الفترة محرجة، نعم هنالك فصائل عقائدية موجودة داخل العراق وهذا الموضوع الكل يعلمه. المشكلة أنه ما يشاع عن 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 رد مركب ربما يشمل إيران أو يشمل فصائل المقاومة أو يشمل حزب الله والحوثيين. هذا الرد إذا بالنسبة إلى فصائل المقاومة إذا تم إطلاق صواريخ ومسيرات من الأرض العراقية الآن ستعتبر رسميا هي دخلت في حرب. الحكومة غير مهيئة كدولة، إحنا غير مهيئين لدخول مثل هذه الحرب. لذلك أتمنى أن يكون هنالك قرار متوازن بين الدولة وداخل الإطار التنسيقي من أجل أن نصل بالعراق إلى بر الأمان. بر الأمان متعلق إذن بالاتزان الداخلي والتوازن الخارجي، بينما تغيرت ظروف مفاوضات انسحاب القوات الأجنبية مع استمرار التزام العراق بحماية المستشارين العسكريين داخل أراضيه، فيما تترك كل هجمة أثرا على طاولة الحوار أكثر مما تصيبه أو تخطئه من أهداف، لتبقى المسألة قابلة لمزيد من عوامل التغيير في ظل التصعيد الإقليمي. أحمد مؤيد، يو تي في، بغداد. وثقت يو تي في شهادة ذوي الضحايا وسكان منطقة العباسية ومسؤولين في الحكومة المحلية لصلاح الدين عن الجريمة التي راح ضحيتها 6 أفراد من عائلة واحدة، مطالبين الجهات المعنية بمواصلة التحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة. جيت لقيت يعني ذولا كلهم كتلين، ولقيت الحشد والشرطة وكذا كلهم موجودين، حتى ما خلونا نطب عليهم. لحد الآن الجثث مالتهم موجودة، يعني 4 أطفال، عمر أصغر واحد عمره 3 سنوات، و5 و6 و10. أكبر طفل هو 17 سنة، عائلة مكونة من 6 أفراد تم قطعهم على الآخر بهذه الجريمة البشعة اللي ارتز لها يعني حقيقة المجتمع. هذه العائلة قد تعرضت إلى عملية اغتيال قبل 3 سنوات، ذهب ضحيتها 5 أشخاص من نفس العائلة. لذلك حقيقة احنا اليوم يجب على تكاتف القوات الأمنية بمختلف صنوفها من أجل كشف سريع لأحداث هذه الجريمة وحيثياتها. جريمة قتل أسرة بكاملها والتمثيل بالجثث تعيد إلى الأذهان جرائم مشابهة حدثت في السنوات القليلة الماضية. العرض التوضيحي الآتي يتتبعها بالتفصيل ومصير نتائج التحقيق. جريمة مروعة ارتكبت ضد عائلة مكونة من الأب والأم و4 أطفال قتلوا جميعهم في منزلهم، ومثل القتلة بجثثهم. شهود يتحدثون أن المجرمين قطعوا أصابع الأطفال وأعدموهم رميا بالرصاص بحسب رواياتهم. الحادثة التي وقعت في منطقة العباسية بمحافظة صلاح الدين تقع ضمن منطقة خاضعة أمنيا للشرطة والحشد العشائري، لكن مصادر تتحدث أن جهات تحاول منذ فترة خلق بلبلة في المنطقة للسيطرة عليها وإفزاع أهلها وتهجيرهم. منطقة العباسية تحاذي نهر دجلة، وهي منطقة تتمتع بمناطق زراعية شاسعة وموقع جغرافي مهم. سبق أن قتل مختار هذه المنطقة قبل 2 سنين، وهو يكون والد رب الأسرة الذي قتل مع أطفاله في فاجعة اليوم. على أثر الجريمة أعلنت السلطات تشكيل لجان تحقيق لمعرفة من يقف وراءها، وبحسب المصادر فإن العائلة هي على صلة قرابة مباشرة بعائلة قتلت أيضا في منزلهم عام 2021، وأصبحت حينها قضية رأي عام. ماذا حدث حينها؟ عام 2021 قتلت العائلة المكونة من 7 أفراد بعد اقتحام مسلحين لمنزلهم جنوبية كريت
القوات الأمنية أعلنت في وقتها أن الجهات المختصة في قاطع عمليا صلاح الدين باشرت بالتحقيق في ملابسات جريمة قتل عائلة في صلاح الدين على أيدي جماعة مسلحة. لم تعلن حتى الآن نتائج التحقيق بجريمة مقتل العائلة عام 2021، فهل ستكون هذه الجريمة على غرار تلك؟ أسئلة يطرحها المواطنون والذين يعيشون في منطقة العباسية مطالبين الحكومة والأجهزة الأمنية بحمايتهم من بعض الجهات التي تريد إجبارهم على الهجرة وترك مناطقهم في سياسة ممنهجة للتغيير الديموغرافي. قال مؤنس ياسين مستشار محافظ صلاح الدين إن جريمة العباسية تعد خرقا أمنيا يدعو إلى القلق، مطالبا القوات الماسكة للأرض بتفعيل دور السيطرات الأمنية والكاميرات الحرارية. ما حصل اليوم يدعو إلى القلق ويدعو إلى الانتباه والحيطة والحذر. نطلب من قواتنا الأمنية المتواجدة في قاطع سامراء والأخص على المنطقة منطقة العباسية ضبط الأمور والسيطرة على الأمور، لأن توجد قوات قريبة من مكان الحادث، توجد نقاط مراقبة، توجد سيطرات على الشارع الدولي، المنطقة مؤمنة بالكامل. ما حصل اليوم حصل عام 2021 بنفس الصيغة ونفس الأسلوب ونفس الإجرام. اليوم الوضع خطير جدا في هذه المنطقة والمناطق الأخرى، قد يحصل لا سمح الله في مناطق أخرى. هناك آليات، هناك نقاط تفتيش موجودة ونقاط مراقبة، كاميرات حرارية صرفت عليها الدولة مليارات، لازم يجب أن تفعل، وإلا لماذا وجود القوات الأمنية ومسافة الخلق الأمني ما يبعد عنهم 500 متر؟ لماذا وجود السيطرات والخلق الأمني مستمر؟ يعني الكلام اللي سمعته اليوم من سيد الوكيل الوزير كان كلام جدا مطمئن، قال بالحرف يعني إذا كانت قوات أمنية موجودة يعني هذا يعتبر خرق وهذا لازم يكون عليه متابعة. تضمنت خطة المنافع الاجتماعية الخاصة بمشاريع البترودولار في ناحية الجيارة تطوير البنية التحتية للمناطق النفطية عبر استحداث طرق وتعبيد أخرى. ضمن خطة المنافع الاجتماعية الخاصة بمشاريع البترودولار، شهدت ناحية القيارة جنوبية الموصل افتتاح 4 مشاريع خدمية، طرق مستحدثة وشوارع جديدة قدمتها الشركات المستثمرة للحقول النفطية. افتتاح 4 مشاريع خدمية في منطقة القيارة، حيث هذه المشاريع قدمت سابقا ضمن خطة المنافع الاجتماعية والبنى التحتية الخاصة بلجنة المساهمة الاجتماعية في حقلية القيارة ونجمة من دعم البترودولار. ويأمل المواطنون في ناحية القيارة في توسعة مشاريع البترودولار ودخولها قطاعات أخرى كالصحة والتربية عبر إنشاء مراكز صحية ومدارس في القرى المحرومة منها. التخصيصات هي من شركة سنغول من أموال البترودولار المخصصة لناحية القيارة، لكن اليوم نحن نحتاج إلى المزيد من مشاريع، المزيد من إنجازات الأخرى، ليس فقط بتبليط وتعبيد الطرق. نتمنى أن يكون هناك بناء المدارس، بناء المستوصفات، أعمال أخرى تنجز ضمن المنطقة. طالما كانت محافظة نينوى والمناطق النفطية فيها محرومة من منافع البترودولار والتي بإمكانها إحداث تغييرات كبيرة في مناطق غنية بثرواتها الطبيعية لكنها فقيرة ببناها التحتية وخدماتها. شركتنا الآن تنتج حوالي 30,000 برميل باليوم، تستطيع شركتنا أن تزيد الإنتاج إلى أن يصل 50,000 برميل في اليوم، وهذا يعود إلى منافع كبيرة وبنى تحتية ومشاريع نفعية للمجتمع. كذلك شركتنا جاهزة لفتح حق النجم النفطي، وهذا سوف يخصص له ميزانية خاصة تعود بالنفع إلى المشاريع، أكبر مشاريع منفعة اجتماعية وبنى تحتية أكبر للمحافظة. وتمتلك نينوى عديدا من الحقول وآبار النفط الخاملة، يأمل المواطنون في أن يحقق استثمارها منافع اقتصادية لمناطقهم ولكل محافظات العراق، فضلا عن تعزيز الإنتاج النفطي ودعم موازنة الدولة. من الموصل محمد سالم، يو تي في.
مرافق متنوعة ضمتها مدينة أور السياحية باكتمال مرحلتها الأولى لتضم مسارح ومتاحف وأماكن ترفيه، ومن المتوقع أن يسهم الموقع المهم لهذه المدينة في تنشيط حركة السياحة الأثرية في ذي قار مع قرب افتتاح مطار الناصرية الجديد. اكتملت المرحلة الأولى من مدينة أور السياحية المقامة على مساحة قاربت 500 دونم، وضمت مسرحا سومريا يتسع لألفي متفرج، فضلا عن مسرح مغلق لخمسمائة متفرج، ومتحف حضاري كبير بمساحة فاقت 5000 متر مربع، ومركز لحوار الأديان. فيما تنتظر المدينة مرحلة أخرى بدأ العمل بها مطلع هذا العام. شريح هاي السنة 24 أنشئت مدينة ثقافية في داخل أور السياحية، وهي منطقة درامة وقاعة مناسبات وقاعات مغلقة، أيضا ستكون من أكبر المدن الثقافية في العراق في داخل هذه المدينة، بالإضافة إلى أكمال البنى الفوقية وأيضا أعمال لأبنية حكومية، دائرة بلدية ومركز دفاع مدني ومركز صحي ومركز شرطة. وتتجه الحكومة الاتحادية في هذا المشروع نحو تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر إدخاله في بعض المشاريع السياحية الساندة للمراكز الحكومية في هذه المدينة. إنشاء فندق 5 نجوم بمساحة 50 دونم وبمواصفات تحاكي واقع المدينة الآثاري وزقورة أور، وكذلك إنشاء مدينة ترفيهية بتقنيات حديثة، مدينة ألعاب، مدينة أطفال إلكترونية، ومدينة مائية، وقاعة مناسبات أيضا، ومجموعة مطاعم. ومن المتوقع أن يسهم الموقع المهم لهذه المدينة في تنشيط حركة السياحة الأثرية والبيئية في ذي قار والعراق مع قرب افتتاح مطار الناصرية الجديد، فضلا عن احتضانها فعاليات ثقافية متنوعة. أهمية هذه المدينة هي الأولى من نوعها سياحيا. أولا، هذه كيف أن ننشط الحياة السياحية في مدينة الناصرية، إذ تتحول هذه المدينة إلى قبلة للسائحين محليا وعربيا وحتى عالميا، وقد رأينا هذا الموضوع ونحن في طور البناء. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، هذه المدينة ستكون حاضنة للأحداث الثقافية على مستوى المهرجانات، الملتقيات، الأحداث الثقافية الكبرى. وكان رئيس الوزراء قد افتتح في زيارته أمس إلى الناصرية المرحلة الأولى من مدينة أور السياحية مع عدد من المشاريع الأخرى. من الناصرية، أحمد السعيدي، UTV. من UTV كانت هذه جولتنا الإخبارية. إلى اللقاء.